يمكن رسالتي هتكون مختصرة خالص لأبنائنا الخريجين النهاردة، بهنيهم بقول لهم ألف مبروك، بدأت مرحلة جديدة من حياتكم، وزي ما بقول لنفسي وبقول لكل المسؤولين، مصر أمانة في رقبتنا كلنا، مصر أمانة في رقبتنا كلنا، أمانها وسلامها واستقرارها وتقدمها أمانة في رقبتنا كلنا. أرجو إن إحنا نبقى دايماً عارفين إن المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الداخلية مسؤولية كبيرة قوي، وإحنا كلنا يمكن وإحنا ماشيين في الشارع نقول فين الشرطة لو قابلتنا مشكلة، أو حتى في البيت أو في أي أو حتى لما نلاقي الأسعار غليت نقول فين الشرطة، فين الرقابة. يعني عايز أقول دوركم مشهود من الناس كلها ومنتظر من الناس كلها، ومصر كلها بتقدر هذا الدور، طالما ان هذا الدور يبقى دايما بيحترم إنسانية الناس وبيحترم إنفاذ القانون. ودي النقطة اللي انا يمكن بأكدها عليكم، ان احنا دايما عايزين واحنا بنتعامل مع مواطنينا في مصر نبقى دايما منتبهين ان احنا احنا موجودين في الشارع بنتعامل مع تحديات كتير، في يعني ممارسات، اللي ماشي صح مش هيبقى فيه مشكلة معك، لكن اللي ماشي بشكل مش يعني مش منضبط هو اللي هيبقى ليه مشكلة معك. ترفق بيه، علمه من خلال أدائك الراقي، وأيضا من خلال القدوة الممارسة، ممارستنا كلنا مش بس أبنائنا في وزارة الداخلية. أتمنى لكم التوفيق. انتوا قلتوا ان شعاركم علم واخلاق وواجب، فتسلحوا بالعلم دايما، ما انتهاش العلم بالتخرج او بالدورات اللي هتبقى اللي انتوا هتحصلوا عليها بعد كده، ولكن ايضا احرصوا على ان انتم زي ما الدنيا بتتغير وبتتطور. وانا اسمحوا لي هنا اتوقف قدام نقطة مهمة بقولها لكل المصريين، اوعوا تتصوروا ان احنا في قطاع من قطاعات الدولة ما بنقومش بفضل الله سبحانه وتعالى بالعمل على تطويره، بس احنا بنشتغل من غير يعني من غير ضوضاء، من غير جلبة، ما نقولش احنا هنعمل هيكلة وهنعمل اصلاح وهنعمل ده، لكن بنقوم بالدور ده لان بالمناسبة عملية التطوير هي عملية مستمرة لا تنتهي بمرحلة أو بفترة زمنية محددة، لأن الدنيا بتتغير، ودام الدنيا بتتغير يبقى إحنا كمان لازم نتطور، فده بيتعمل أو بيتنفذ لكل قطاعات الدولة بما فيه وزارة الداخلية، بس بيتعمل بشكل هادي جدا جدا، والدولة كلها بتتحرك في تطوير قدراتها ومهاراتها وأدائها، ولكن زي ما بقول كده من غير ضوضاء. فواجبكم خلي بالكم منه تجاه بلدكم، أمن وأمان مصر أمانة في رقبتنا وفي رقبتكم، أمن وأمان مصر أمانة في رقبتنا ورقبتكم. بتمنى لكم كل التوفيق وألف مبروك، خلي بالكم من نفسكم واحرصوا على العمل الطيب والأداء المتميز اللي احنا كلنا منتظرينه منكم. ألف مبروك، ألف مبروك. شكرا.